حلفات القسم كيف ما ادت نجي كتقولي لينا حلفات بالقران على ان وماماها واختها وخاها. نعم قلتي انها حلفات ليك بالمصحف وقالت لك انها تم احراق الجثه ورميها، ومن بعد ملي جات عند السيد قاضي التحقيق نفات كل هذاك الكلام اللي قلتي انها قالت. وبغيت نعرف شنو وقع في فيلا بركات. حتى واحد ما فك لي هذا اللغز. ولدي مقتول 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 مقتول. بعد 12 عام ونص وانا كلها وانا كنقلب، ولدي مختفي 13 سنه هذه وانا كنبحث عليه ولحد الساعه بدون جدوى. 14 عام هذه لا انا مازال ما عرفت ولدي فين هو. يا عباد الله ولدي عطوه لي فين هو؟ عطوه لي ميت، عطوه لي جات جنسيا، عطوه لي ميت، عطوه لي مريض، عطوه لي حمق، عطوه لي طراف. نطالب بولدي فين هو؟ ولدي مختفي، عاد نشوف حقوقه. وقالت لي بلي راه حرقوه قتلوه وحرقوه ولحوه في البحر. كيفاش ولدك مات وحوايجو فين هما والاغراض ديالو فين هي؟ السياره ما تحجزتش، السوارت ديال ولدي ما خديتهم ديال داري، الصباط، الحوايج، الشكاره، التليفون. 14 عام كنتسنى نترحم على ولدي كاع اللي كان ميت ياك، وفي الاخر نجي انا نبدا نجبد في العظام. 14 عام وباقي لي هذا الخنز لا يعقل. يلا الراي العام يشرح لي هذه المساله. شكون هي سليمة بركة؟ واش العلاقة ديالها تهامي بنان؟ كلشي ولا يهضر على سليمة بركة. واش بصح سليمة بركة هي الصديقة الحميمة ديال تهامي بناني؟ واش بصح هي مولاة عيد الميلاد؟ وعلاش اعترفات كلشي ومن بعد نكرات مين مشات عند الشرطة؟ وفين هي سليمة بركة الآن؟ واش داخل المغرب أو خارج المغرب؟ كلشي كيتسائل على شكون هي سليمة بركة، كلشي غادي نعرفوا في هذه الحلقة. كنا كنعرفوا أن واحد البنت اعترفات الحياة العالمي اللي هي الأم ديال تهامي بناني اللي ولدها قتلوه وحرقوه ورموه ولاحوه في البحر. وهاد البنت بنفسها اللي كانت عندها عيد الميلاد واللي تهامي بناني دار راسو كف حراسو وباع التليفون ديالو، باع التليفون ديالو باش اخواني المشاهدين يشري لها هديه، باش عرفوا انه يعني كانت عنده هاد البنت عزيز، يعني باش يشري الهديه لعيد الميلاد لهاد البنت اللي سميتها سليمه بركات واللي عندها حاليا 33 سنه. مهم خليونا نسمعوا اش قال الصديق ديال تهامي بناني، حنا نسمعوا كاع جميع الاطراف. وهاد اخواني المشاهدين هاد المكالمه يعني راهم حاطينها بزاف ديال اليوتيوبرات، خلينا نسمعوا صديق ديال تهامي بناني اش قال، من بعد غادي تفهموا كلشي. تهامي بناني كان مونامي في الطفوله كامله، دوزنا انا وياه البريمير كوليج ليسي. انا كان عندي بي سي في 2005 بحال هكاك، كان عندي بي سي والكونيكسيون في الدار. هو كان ديك الساعه باقي ما شراش بي سي، كان كيجي معايا للدار وكنا كنتكونيكتاو اونصومبل. وجوستومون انا صوبت ليه ان كونت ام اس ان وبقى عندي اونغيستري في البي سي ديالي، كان عندي بي سي بيرو ماشي بي سي بورتابل، بقى عندي اونغيستري فيما كيجي هو عندي للدار كيتكونيكتا هو زعما كيتراسل مع لي زامي ديالو. دونك هو فاش اختفى بيان سور الام اس ان ديالو بقى عندي اونغيستري. دونك انايا كنت كنفكر فريمون اي طريقه كيفاش نعاون سامير، حيت هو كان صاحبي بزاف وبقى فيا الحال حتى انا كنت باغي نعرفو فين مشى. دونك ديكو انا فكرت انني ندخل الام اس ان ديالو ونتسنى، ماشي ندخل ليه باش نهضر مع شي واحد، غير نتسنى نشوف واش شي واحد غادي يهضر معايا، حيت الا هضر معايا شي واحد دونك فوالا نقدر نعرف شي حاجه ولا شي نجبد شي راس الخيط، حيت ما لقيتش شي طريقه اخرى شي بيست اخرى اللي نتبعها ولا هذه. دونك انا لقيت هذه هي البيست اللي نقدر نتبع. فاش سامير ما دوموندي لو مود باس دونك ما عرفتش انا كيل اني لافي دوموندي، واش كان في 2007 ولا ابري. ان توكا المود باس انا كون كنت عارفو غادي نعطيه لها، يعني ما يا با دريزون باش ما نعطيهاش لو مود باس، سورتو ان ام اس ان ما كان فيه والو، ما كان فيه لا هيستوريك ديال لي كونفرساسيون. واخا كاع تدخل ام اس ان ما تقدري تعرفي والو، حيت كانت غير لا ليست ديال لي زامي سي تو. دونك اون فوا تو كيت ام اس ان دونك لي كونفرساسيون كيمشيو، يعني واخا تدخل ليه ما تقدري تعرفي والو. وانا ما كانش عندي فريمون اون ريزون باش انني نقول لها ما عنديش مود باس، يعني ما عندي ما نخبي فيه. بور ليميل نو، عمري ما استعملت سبوت ميل، عمره ما حلو عندي وعمري ما صيفط شي ايميل. يعني هادي جو غارونتي، ما عندي حتى شي علاقه زعما بسون ادريس ميل ولا داك الميل اللي تصيفط للسكوزين ولا مع ساتون، ما عندي حتى شي علاقه بها. بور لا كيسيون ديال واش كنت عارف غادي لعيد ميلاد، اونيتمون نو.
ما كنتش عارفه انا غادي لانيفرسير حتى ورا الديسباريسيون ديالو عاد عرفتها، وما كانش عندي حتى شي فكره. انا السول شوز اللي عاقل عليها هو انه كان عنده واحد التليفون كان سولني قال لي باغي نبيعو باش ياخد كادو الاصدقاء ديالو. يلاه تعرف عليهم غير في هذاك العام بالضبط 2007، يعني ماشي دي زامي اللي قدام، وكانوا صحابه هو ما كانوا صحابي انا. وكنت تعرفت على واحد فيهم كنت كنقول له السلام زعما وصافا وهادي، لي زوتر ما كانوا صحابي ما كنتش كنعرفهم، لا هذيك البنت مولا لانيفيرسير، لا هذاك اللي كانت عنده الفا روميو، هذاك مول الطوموبيل هذاك كان ساكن في كازا ويلاه جا العام الاول ديالو في محمدية هو داك العام اللي دار هاد الروينه كامله. دونك ما كناش كنعرفوا عليه والو. انا هاد الاشاعه ديال الاوفر دوز سمعتها اول مره من عند واحد البنت ابخي لا ديسباريسيون ديال تهامي، وهذيك البنت كتعرف هذيك البنت مولات لانيفيرسير، ومن وراها انتشرت في الليسي كامله وكلشي كيقول هاد القضيه هادي. انا في نظري شنو وقع لتهامي؟ مش غادي نقول لك، هاد الكيستيون هي اللي كاملين تنقلبوا على الريبونس ديالها، ولكن حيت انا متبع لافير يعني من نهار تهامي غبر فاش عرفت هذوك المعلومات كاملين، وداكشي اللي نقدر نقول هو انه يقدر انه يكون فعلا خدا واحد الكميه زايده في لادروك، ولكن لا كيسيون واش كانوا عطاوها ليه بزز، حيت كاين مثلا يقدروا يكونوا داروا ان جو بيناتهم انه يعطيوه لادروك زايده وتصدق فهمتي طاح ليهم تما. انا هذه القضيه هذه نقدر نقول لك متاكد منها انه كانوا مجموعين وطاح وبان لهم بحال السيد راه مات ولا هذه، حيتاش واحد فيهم قال لهم انا غادي نمشي شاف القديم فيها زعما واحد قريبي يتوفى، واحد عنده 17 والشخصيه ديالو تكون ضعيفه راه يقول لهم انا غادي نمشي، حيتاش هاد الدري هذا سولني عليه الصباح وكان مخلوع. وانايا من بعد فاش عرفت من سامير انه الدري هذا ما عارفش بلي هو ما بيتش في دارهم، الوغ هو كيسولني عليه الغد اللي هو تيقول لي ما بيتش في دارهم. دونك انا كنت كنقول كيفاش هو عارف وما بيتش في دارهم، الوغ كو تيقول سامير انه حطوا لاداي مع ستونس وما عرف عليه والو. دونك انا كنت كنقول بلي هو راه يقدر يكون شافو فواحد الليطا خيبه ومشى فحالو وما كملش معاهم حتى الاخر. يقدروا يكونوا مثلا فعلا مشاو حطوه في ديك البلاصه في طماريس، ومن بعد جات لومبيلونس هزاتو داتو لوبيتال، ومن بعد مشاو عندو الدراري لوبيتال ومن تما هزوه وداوه، وكيف تقول الروايه انهم حرقوه ولاحوه. انا هادشي اللي كيبان ليا، حيتاش ما يمكنش كادافغ تعبر بهاد لافاسون هادي، يعني ما يمكنش. من بعد ما سمعنا المكالمه ديال الصديق ديال تهامي بنان، يعني كل هوي الغاب الغاب من طيح البقره كيكثروا الجنا، شي كيقول لك ما كانش عيد الميلاد، وكان كان عيد الميلاد يعني، وكان الشرطه راه حضره شافت يعني، ولغات الصحاب طورطه وصحاب يعني اللي كانوا يعني كانوا في ديك ما علاقه الفيلا بسليمه بركات، يعني اشنو وقع في ديك الفيلا يعني كل شيء. وكان كان هذا الشيء هذا يعني كانت الشرطه يعني غادي تحضر دوك صحاب طورطات اللي باعوا وشراوا الشمع عيد الميلاد، يعني غادي يكونوا فيها صور، غادي يكونوا فيها صور اخواني اخواتي الكرام علامه استفهام، غادي يكونوا فيها بزاف ديال الصوالح اخواني المشاهدين. ولكن هاد البنت هذه اللي سميتها، نعودوا للموضوع ديالنا، هاد البنت اللي سميتها سليمه بركات واللي هي حاليا العمر ديالها 33 سنه، سليمه بركات مشات عندها حياه العالم اللي هي الام ديال تهامي بناني حتى للدار ديالها، حتى لقعر الدار ديالها، وقالت ليها يعني بمزحه يعني غير كذبت عليها، قالت لها راهم غادي يجيو عندك برنامج مختفون وغادي يديروا معاك تحقيق. سليمه بركات في ديك اللحظه صفارت ودبات تلونت وسخفات وحياه العالمي خافت يعني وتوترات، وستناتها حتى ولات مزيانه حتى فاقت، عاد مشات اخواني المشاهدين، عاد مشات من بعد اخواني المشاهدين رد ديال الفعل ديال الام اللي هي حياه العالمي، وتاكدات ان سليمه بركات تحت راسها شي حاجه اللي هي كبيره كبيره بزاف، والقضيه فيها ايادي خفيه. ورجعت عندها اخواني المشاهدين المره الثانيه وعودت سولتها نفس السؤال، جاوبتها بواحد الهستيريا، سليمة بركات جاوبتها بواحد الهستيريا وهي كتبكي، وهزت القرآن وحلفت ليها باللي ولدك راه يكونوا قتلوه وحرقوه ولاحوه البحر. من تما بديت كنمشي عند البنت، لأن البنت أنا سمعت لأن كان عندها عيد ميلاد، وأنا ولدي كنهضر لي على عيد ميلاد قبل داكشي واحد 10 أيام، قال لي ماما خصك تعطيني إن شاء الله باش نشري كادو لفلانة راه عندها عيد ميلاد. فلانة زعما عندنا كتداول في الدار عادية، فلانة وفلان وفلان سيتي كليك. أنا قالوا لي راه هذيك البنت راه في راسها كلشي، مشيت عندها للدار قلت لها بنتي الله يرضي عليك
الا كتعرف شي حاجه على التهامي. قلت لي خالتي انا الخبر اللي عندي قلت لك النهار الاول قلت لك واقيلا يكونوا داروا لي شي حاجه. ما هذا هو الخبر اللي عندي انا ما شفتوش. الوغ كو هي معيطه لنا بورطابل ديال التهامي اللي كان واخد لختو، معيطه فداك المكان كتصور واش التهامي جا، واش التهامي بات في الدار. هاد البنت اللي كتسول على التهامي واش بات في الدار، خلاتني نقبض فيها بعشرة ديال الدين. قلت لها انا ابنتي راه دوزيام غادي يجيو عندي وغندير مع غيديروا معايا روبورتاج على الاختفاء ديال التهامي دابا بنتي، وانا بيني وبينك قسما بالله ما خطا درت لها الطعمه وهي سخفت ليا باب الدار بحال اللي زعما صفارت وحسيت بها تخلعت. انا خفت تقال شي حاجه نصدق انا، ما انا متهمي ما انا قلت لها بنتي مالك ناضت صافي دخلت لدارهم ما قدرتش نكمل معها المناقشه. مره اخرى جيت عندها قلت لها عاوتاني جات حلقه اخرى ديال المختفي، قلت لها بنتي دابا سيريوزمون راني غادي نام. قالت لي خالتي غادي نقول لك شنو كاين. جبت القران كانت ماماها في باب الدار باب الفيلا، واختها الكبيره واختها صغر منها وخاها صغير، هادو كلهم كانوا باب الفيلا. خرجت لي القران ودوزته على عينيها وحلفات لي قالت لي خالتي هادشي اللي غنقول لك راه هو اللي كاين. انا غادي بيان سور غادي نستعد غنسمع الجديد، بالنسبه لي راه جديد. قالت لي خالتي راه واحد كاي سوفنير عطاتو لي فلانه داك البنت اللي كانت هي وياها النهار اللي غدا فاش جيت لليسي. قالت لي خالتي راه كاي سوفنير ديالها عطاتو لي وصبت باللي كتبت وكتبت ليا باللي راه التهامي حرقوه قتلوه وحرقوه ولاحوه في البحر. انا داك الساعه جلست حيت الكابيه ما بقاوش هازيني جلست في العتبه ديال باب الفيلا. قلت لها بنتي شنو كتقول؟ قالت لي خالتي هادشي اللي كاين وانا كنحلف. ويا اختها كتقول ودابا اي اختي قالت لك كلشي زعما بمعنى ما تبقاش تجي عندنا. خديت الطوموبيله انا وصاحبتي اللي كانت معايا ومستعده تشهد وقالت لي وهي تجري هي واختها يجري ويجري ويجري مورانا الطوموبيل حنا يلاه قلعنا. وقفت السيده اللي كتسوق وهي تقول لي خالتي الله يشفع فيك نبيله هي ولا اختها واش خالتي كنتي كتسجلنا. انا اول مره غادي نقولها انني ما سجلتهاش ما فكرتش فيها، يا اما بلده مني يا اما سذاجه يا اما نيه يا اما كيما حسبتيها. اللي شافتها حياة العالمي في ديك الهستيريا خافت حياة خرجت ومشات للسيارة ديالها وخرجت موراها اللي هي سليمة بركات كتجري وكتعاود وكتجري يعني باش تقبضها في الزنقة. قالت لها عافاك واش هاد الهضرة اللي كانت بيناتنا اللي قلت لك واش سجلتيها؟ وعاودت لها كتقول لها واش سجلتينا؟ في ديك اللحظة حياة عالمي اللي هي الأم ديال التهامي دخلها الشك وكان عليها ديك اللحظة أنها تسجلها باش تقدر يعني قدام الشرطة توجد واحد الدليل وتعطيهم واحد الدليل وتوصلها شي حاجه اللي هي جديده. ودارت في راسها حياه العالمي انها الشرطه ودارت في راسها حياه العالمي انها سليمه بركات غادي تسد لي بنفس الاقوال اللي دلاتهم معها اخواني المشاهدين غادي تسد ليهم عند الشرطه وغادي تسد لي بنفس الاقوال اللي قالت ليها. ولكن الصدمه كانت كبيره، سليمه العالمي ما دلات حتى بشي حاجه اللي كانت قالتها حياه سليمه بركات ما دلات حتى بشي حاجه اللي كانت قالتها حياه العالمي. من استدعاوها الشرطه اخواني المشاهدين بدلت الاقوال ديالها 70,000 درجه، بدلت الاقوال ديالها كامله. وهذا الشيء ان القضيه كما قلت لكم في الفيديو اللي هذا وراءها ايات خفيه وهذه الايات الخفيه تحكم اي واحد عنده يد بهذه القضيه. ثم سليمه بركات من اللي رجعت من عند الشرطه قررت ما تهضرش نهائيا في هذا الموضوع بصفه نهائيه ورجعت عندها حياه العالمي دار مره ثالثه. الصدمه الكبيره جاوبتها الاخت ديالها قالت لها ما عندها ما تقول لك حتى شي حاجه، ما عندها ما اللي قالت لك هذه شحال راها قالت لك الان، يعني نكرت نكره واستنكره وزاد في نكره. لا ما
عندها ما تقول. والمحكمة الناس كيسولوا بزاف علاش ما استدعاوش سليمة بركات، علاش ما لقاوهاش، فين راها، يعني علاش المحكمة ما استدعى. لا فعلا استدعاوها زوج ديال المرات، المرة الأولى دارت شهادة طبية بأنها مريضة، والمرة الثانية من استدعاوها مشات وحضرات في الجلسة ولكن ما سولوها ما عبروها ما حتى شي حاجة، يعني قالوا لها حنا هاد السيدة محتاجينهاش. ولكن الغريب في الأمر، وهنا تبقى علامة استفهام، علامة استفهام، كيفاش الشهيدة الوحيدة اللي هي عارفة كل شيء واللي هي دلت بواحد صريحات اللي هي خطيرة الحياة العالم اللي هي أم تهامي أنها شوه وحرقوه، شي كيقول لك ودي حشوه وسط البناوات باش ما يلقاولوش الآثار، يعني بزاف ديال الأقوال إخواني أخواتي الكرام، يعني قال لها محتاجوها، ما نحتاجوهاش، نحتاجوش الشهيدة الأساسية في هذه القضية، يعني كيفاش محتاجوش واحد الشهيدة اللي هي كما نقولوا شهيدة أساسية في هذه القضية. هنا اللغز إخواني المشاهدين. ومن بعد ما يعني كما الجلسة التالية في هذا الموضوع، هذا القضية ديال تهامي بناني، يعني هزت كما نقولوا أن ثلاثة ديال الأطراف اللي خرجوا في هذه القضية خرجوا خارج المغرب، ومنها إخواني المشاهدين اللي هي سليمة بركات، هزت يعني كما نقولوا قشاوشها ومشات، قال أنها كما كيقولوا هما مشات داوى، يعني مرضت ومرضت نفسانيا، مشات داوى يعني خارج المغرب، خرجت المغرب إخواني المشاهدين، تما غبر لهم الآثار، يستناو واحد سان في كندا حتى هو إخواني المصادق ديالو، يستناو بزاف. المهم ثلاث ديال الأطراف اللي مشاو إخواني المشاهدين خرجوا خارج المغرب، وهي عفوا كما قلت لكم هي خرجت خارج المغرب ومشات. من بعد ما مشات بقاو شرج نقعدوا واحد المده ورجعوا عاود. الان من كيقولوا لهم الناس اخت صفاء اليوتيوبرات يعني اللي كيهضروا كيقول لها يعني الا عندك شي ادله خرجي واعترفي. الناس معنا ديك المحاميه اخواني المشاهدين قالت بانها يعني مرضت واحد المرض اللي هو ما عرفناش كما كيقولوا، قال لك مرضت شي مرض خبيث من غير يعني المرض النفسي اللي راه عندها. وهذا الشيء اخواني المشاهدين الله يشافي كل واحد، ولكن احنا بغينا الحقيقه، يعني علاش بدلت الاقوال ديالها، فاش هذا يعني حرقوه وحطوه يعني فناوات وباش يعني عيد الميلاد، سمعتوا سمعتوا الصديق ديال التهامي بناني اش قال، يعني قال لك انه باع التليفون باش يشري للسيده الهديه. شوفوا اخواني اخواتي الكرام، يعني قال لك باع التليفون ديالو باش يشري لهاد مولات عيد الميلاد كما نقولوا هديه. خرجت الام ديالو قالت انه كانوا مفاجاه بار بالقية، عندها ادله سوف تلي بهم. كيفاش يعني قالت لك واش وقع ديك الفيلا، شكون هي هاد بركات، بزاف ديال التخربيق وبزاف ديال العرقلات اخواني المش، ولكن غادي يظهر الحق ان شاء الله. تحياتي لكم اخواني اخواتي الكرام، ما تنساوش ديروا اشتراك القناة، ضغطوا على زر الجرس باش يكون الجديد لفيديو قادم ان شاء الله.